ربنا سبحانه وتعالى من بين ملايين الملايين الملايين من الأدعية اللي دعت بيها البشرية ربنا من آدم عليه السلام ليوم القيامة، اختار حوالي 50 دعوة خلدها في القرآن الكريم. الدعوات دي فيها كل احتياجات الحياة، كل ما يحتاجه البني آدمين إلى يوم القيامة، قضاء الحوائج، رفع الكربات، إزالة الهموم، الغموم، الأمراض، كل ما تتخيل، العلم، كل ما تتخيله. كأن الله في ال50 دعوة دول كأن ربنا بيقول لنا كل ما يكون عندكم احتياج تعالوا لي ادعوني، وآدي الأدعية. هذه الأدعية فيها سر الإجابة، أنا اخترتها من بين كل الدعوات اللي في الدنيا لتخلد في القرآن الكريم. وكأن الأدعية دي كمان بتقول لك حاجة تانية. الأدعية دي دعا بيها الأنبياء في المواقف الصعبة قوي اللي تعرضوا فيها، وكانت مواقف شبه مستحيلة أن يحصل حل، وربنا دايما يختم هذه الأدعية فاستجبنا له. أيوب مريض 20 سنة يخف فاستجبنا له. سيدنا زكريا ما بيخلفش 30 سنة يخلف فاستجبنا له. سيدنا موسى خايف وطريق فاستجبنا له. إيه ده؟ كأن ربنا بيقولك إيه؟ ارفع سقف طموحك، املأ قلبك بالأمل، مفيش مستحيل مع الله، بس خلي عندك ظن في الله، وخلك عندك يقين أن الله سبحانه وتعالى لا يرد دعاء من استجابه. هو وعد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنت عايز إيه يا عم؟ ربك وعد، والله إذا وعد لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلة. ربنا إنه كان وعده مأتية. ياه، رفعنا الروح المعنوية وعايزين ندعي. قول لي بقى إيه أدعية القرآن اللي أنا أدعي بيها؟ دعوة النهاردة دعوة جميلة جدا، دعوة سيدنا موسى. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعوة قضاء الحوائج. أيوة، ده دعاء قضاء الحوائج يا جماعة. اللي عنده حاجة واقفة، اللي عنده أحلام وطموحات، اللي عايز يتجوز، اللي عايز خلفة، اللي عايز فلوس، اللي عايز سكن، ادعي الدعوة دي، خليها ورد ثابت. والله ما ربنا ما يردك لو دعيتها وانت موقن بيها بس وبتشتغل، يحقق لك ما تريد. ايه سر الدعوة دي؟ هو انت عشان تحس الدعوة لازم تشوف الظرف اللي سيدنا موسى دعا فيه الدعوة دي. سيدنا موسى طلع من مصر خايف ووصل لغاية مدين، ولما وصل مدين الحمد لله نجا، محدش هيأذيه خلاص، بس بلا بيت وبلا سكن وبلا فلوس وبلا عمل وبلا زوجة. ده حالة ناس كتير، حالة شباب كتير، معوش حاجة خالص، ومش لاقي حاجة يعملها. فأم إيه؟ فدعا بهذه الدعوة. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بص الآية وراها على طول إيه؟ فجاءته إحداهما تمشي على فجاءته، الفاء في اللغة العربية للسرعة، مش وجاءته، لأ ده هو دعا قامت جياله، بس شكله دعاها من كل قلبه طبعا سيدنا موسى، من كل قلبه. فجاءته إحداهما، وبعدين راح اتجوزها وبقى له بيت، وبعدين اشتغل مع أبوها واشتغل معها 10 سنين فبقى عنده فلوس. الله الله الله، كله خلص بدعوة، بس هو بذل مجهود سيدنا موسى. كأن المعنى، احفظوا معايا الكلمة دي يا جماعة، مهما كانت حاجتك مستحيلة، سيدنا موسى في يوم كل 6 7 حوائج اتقضوا في يوم واحد، مهما كانت حاجتك مستحيلة ابذل جهدك وادعي الدعوة دي، خليها ورد يومي. يعني ايه ورد يومي؟ يعني تقعد مثلا 100 مرة ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني لما، على السبحة أو في سجودك، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أو يا رب أنت عالم بحالي، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، جوزني وارزقني وافتح لي بيتي ووسع علي، جوز بنتي، ارزقني شغلانة كويسة. قضاء الحوائج، حاجتك إيه؟ روح له بهذه الدعوة، ده هو خلدها في القرآن. الدعوة دي كمان تركيبتها فيها حاجة حلوة قوي. ايه هي؟ بص كده تركيبة الدعوة. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، نصين. هو جمع بين مقام الشكر ومقام التدلل والطلب. مقام الشكر، يا رب أنت أنزلت لي خير كتير، ومقام التدلل فقير. يعني ايه؟ مش فاهم يا جماعة. ناس كتير بتبقى غرقانة في نعم ربنا، من كتر ما هو غرقان في نعم ربنا يقول انا مكسوف اطلب كمان، ما هو مغرقني بنعمه فمش عارف يعمل ايه. ناس تقولك انا ليه عند ربنا 6 7 طلبات؟ والله استجاب لي في 4، بقيت مكسوف بقى ألح في الثلاثة التانيين. فهو الدعوة دي بتحللك المشكلة، يا رب خيرك مغرقني بس عايز كمان، لان انا غلبان ومحتاج.
فهمتوا الدعوة يا جماعة بين حاجتين، حاجتين تبقى أنت إيه؟ أصل هو لسه جايب لي، ربنا استجاب لي امبارح في حاجة تانية، بس هقعد أقول له لا عايز دي عايز دي عايز دي، ببقى مكسوف كده شكلي طماع. لا بالطريقة دي ما تبقاش طماع، لأنك بتقول له متشكر قوي ومحتاج كمان، متشكر. هي معناها فهمتوا الدعوة تركيبتها إزاي؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بس جمع بين حاجتين كبار قوي، بين الشكر والتذلل، ده هم دول سبب الإجابة. إزاي؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير خيرك مغرقني، وربنا بيقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، ده نص الدعوة الأولاني، أنت كده اللي جاي هيستجاب إن شاء الله. فقير ده مقام التذلل إلى الله، يا رب أنا غلبان. هو مش بيقول فقير فلوس، أنا مفتقر يا رب في كل حاجة، فقير إليك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. كل ما رحت لربنا بتذللك وفقرك يمدك بعزه وغناه. قل له يا غني من للفقير إلا أنت يرفعك، قل له يا عزيز من للذليل إلا أنت يعزك، قل له يا قوي من للضعيف إلا أنت يقويك، يا غني من للفقير إلا أنت يرزقك. روح له بأوصافك يمدك بأوصافه. يعني أنت أوصافك إيه؟ عبد فقير. وهو أوصافه إيه؟ مالك الملك العظيم. روح له بضعفك يمدك بقوته، هو يحب كده. عشان كده سيدنا موسى عمل كده، قال له أنا فقير، ما قالش محتاج فلوس، قال له أنا غلبان. رب إني لما أنزلت إلي من خير متشكر قوي، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فقير، جئتني بذلك، خد بقى. رحت لي بضعفك، خد حديلك من غناي، يمدك باللي عنده. الله، أما الدعوة حلوة بشكل يا جماعة. الناس مش فاهمة الدعوة دي بتقول إيه. الدعوة دي تركيبتها جميلة جدا. لا يمكن تدعي بهذه الدعوة وتستمر وتحافظ عليها وانت موقن بها إلا وربنا يستجيب لك، مع شرط إنك تشتغل. نبعت الدعوة دي، اهدوا الحلقة دي يا جماعة لكل إنسان عايز ربنا يقضي حاجته. اهدوا الدعوة دي لكل أب أو أم نفسهم إن ربنا يوفق أولادهم. ادعوا ارسلوا الحلقة دي لكل شاب بدأ اليأس والإحباط يتسلل إليه. لا، اشتغل وقول يا رب هيديك زي سيدنا موسى، وافتكر سيدنا موسى ربنا اداله كل حاجة بدعوة بعد ما اشتغل. يا رب قولوا معايا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.